هلو، مرحبا شباب، كيفكم؟ رجعت لكم فيديو جديد من لعبة بلادبورن. تمام، قبل ما نبلش المقطع بتمنى المقطع يعجبك. إذا عجبك المقطع وعجبتك السلسلة لا تنسى تضغط زر اللايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنزله على القناة. تمام، زي ما شفت شباب آخر إشي وصلت لعند هاي المنطقة وقلت لكم لهون ستوب، بنكمل الفيديو الجاي اللي هي مدينة أولد يارنا. طبعا أنا هون فتحت الباب، بس فتحت الباب هون وفي تحذير. طبعا كان تحذير على الباب هاي زي ما شفتوا في ورقة هون، كانت كان مكتوب عليها إنه في تحذير إنه ما تدخل المنطقة هاي، ارجع يعني ما تفتحش الباب. طبعا أنا فتحت الباب بس نزلت الدرج بس شوي، ولا في صياد بحكي معي، يدعى حد صياد، صياد الجورة بقدر ينبه فيه يحكي لي إنه هاي منطقة مليانة بسكان، ارجع يا صياد من حل ما كنت. بحكي لي لعلمك يعني الصياد عليه مواجهة الصيادين فقط، يعني أنا كصياد لازم أقاتل صياد بس، مش لازم أقاتل وحوش أو ناس. عشان هيك هو بفكر ان انا جاي اقضي على سكان مدينته، بس انا بالاصل جاي هون عشان اطهر المدينه من الوحوش اللي فيها. تمام، ما بدي احمسكم اكثر من هيك، فعشان هيك خليك مع المقطع. شباب نقطة ضعف دول أعداء وحوش مدينة هرنام، نقطة ضعفهم من النار. حتى إذا تذكروا صديقي جيلبرت أعطاني سلاح، هو سلاح النار. هاي هذا السلاح، هذا السلاح وقصة النار يعني. هاي هذا السلاح، يعني هم نقطة ضعفهم من النار، فعشان هيك أعطاني هذا الإشي، حكى لي احمي حالك منه. فعشان هيك أنا بضلني طول الوقت حاط معي النار اللي هي بتحميني يعني. تمام، خليكم على المقطع. طبعا شباب هاي الانتيدوت هي عباره عن مضاد للفيروس، يعني لما يسمموني بيطلع فيه خط فوق تقريبا، يعني فوق راسي بالضبط، او مش بالضبط، فيك يعني تركي فوق يعني بنص الشاشه بيطلع فيه خط لونه سكني. هذا خط بضل يدمج بالروحي عبين ما اموت، عشان هاي الانتيدوت مضاد لهذا الفيروس. تمام،
اي شوف هذا الخط عباره عن اكتمل بس اكتمل ضل يدمج من روحي نفسي نفسي، فعشان هيك انا بعطيها انتيدوت ضروري تتخطى. شباب هاي هون وصلت مثلين سلم، طبعا هذا السلم بوديني لعند صياد الجورة. تمام، في عندي هون باب بنفتح من الداخل، في عندي هون في هون صياد برضه، هذا بكون ضدي هون. طبعا انا ما راح اقاتل صياد هذا الا بعد ما اقتل وحش الجوره، يعني اذا انا بقاتل فيه هذا الشخص الصياد راح الجوره يدفع علي وطخني ويفشل. عشان هيك الاول بحاول اني احكي مع الصياد الجوره اخليه يكون صديق تبعي، اذا ما بده راح اتقاتل انا وياه. خليكم على المقطع. Well, the next time you dream, give some thought. مشكلة خط عندي اللي هو يعني الروح مش الستامينا، خط الروح عندي كثير قليل، عشان هيك بالسهولة أنا أتدمج. صياد صعب جدا هذا الصياد، بس راح أضلني وراه قبل ما أقتله. بدي أحاول أقتله الصياد هذا. أنا حاولت إني أكون صديقه بس هو ما بده، بده ناوي ينتقم مني عشان تتعامل. هاي شباب بجهز اموري واطلع على وحش الجورة.
جاب عليك. طبعا الشباب هاي التير بيبر هاي بحط على السلاح بضوي كلياته بالنار تمام. هاي تلزمني هسه هون عند هسه وقت يعني تمام. خليكم مع المقطع وشوفوا كيف القتال بيني وبين وحش الجوع. تمام شباب وهيني رجعت له ثالث مرة ان شاء الله بهاي المرة راح اقضى عليك يا جورا. خليكم على المستوى. هون وصلنا لنهاية المقطع.
اتمنى المقطع عجبك. اذا عجبك المقطع عجبتك السلسله، واذا حبيت بكره او بالفيديو الجاي نقاتل وحش جورا بكل قوتنا، بتمنى تدعمني بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وعشان اشوف انكم متحمسين لهي السلسله. تمام شباب، تمام شباب، تمام حبايبي، اشوفكم على خير وبيس اوت.